أيها الحضرة الكريمة، أيها الأخوة المشاهدين، شكرا للزميل حمدان اليحافي على البركة. أحييكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة والشوط السابع الذي يحمل اسم جعدان محليات، مباشرة مع الصدارة الأولى، مباشرة مع المركز الأول. هنالك من يحلق بهذه القيادة الرائعة، بهذه القيادة والسيطرة. هنالك شعار المطيوعي في مقدمة هذا الشوط، مبارك محمد بن عيسى المطيوعي مع أم صيحان في المركز الأول. بينما الدور دور المركز الثاني، فهنالك وصول من شاهين سيف بن غالب بسلطان المنصوري على المركز الثاني، بينما بدوري آخر ثالث الأسماء المركز الثالث صوغان لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري على المركز الآن الثالث، بينما هنالك وصول من الخوار عيسى بن خادم بو علامة القبيسي على المركز الآن الرابع، وفي المركز الخامس بينما هنالك الوصول من وبران محمد بن عبد الله بن معضد النيادي، من يحتل الان المركز الخامس. بينما بدوري اخذ هنالك معجب منصوري، المنصوري بهذه السيطره. ال 500 متر النهائيه، اين الناموس يا المنصوري؟ اي منصوري يترى الاول ام الثاني ام الثالث؟ ال 400 متر، بينما هنالك من يحتل المركز الرابع شاهين راشد بن عبيد بالهلي الهاجري مع المركز الان الرابع والتحركات الواضحه. اعود مع المركز الاول، اعود مع شاهين، الصداره الشاهينيه، القوه الشاهينيه، بن غالب يا بن غالب، مع المركز الاول، مع الصداره الاولى، مع الانطلاقه الاولى. الله، يا سلام يا سلام، هنالك شاهين سيف بن غالب بسلطان المنصوري مع التحديات والاثاره، ولكن الخطر مصوغان سعيد بن حمد بسلطان، وكذلك هنالك شاهين لا راي سبع بيت بالهلي. يا سلام، اللحظات السعيدة، اللحظات القوية، اللحظات المثيرة. هنالك شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري على المركز الأول، المنصوري في المركز الثالث، شاهين راشد بن عبيد بالهلي بن محمد بن سعد بن المنصوري، وفي المركز الخامس مياس عبد الله بن حمد الحميدي المنصوري. تحدي واثاره، والمركز الاول والناموس ولحظات الاعاده بالتوقيت الزمني. هذه لحظات الاعاده، هذه ناموس على هذا الفوز المنتصر، 9 دقائق 58 وجزء واحد من الثواني. وشكرا الحبسي، ايضا سلالة شاهين دغاشة، سلالة الغنية عن التعريف. بينما من يحتل المركز الثاني، هنالك صغان سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري قدم عروض رائعة، 9 دقائق 58 و6 أجزاء من الثانية. ومن يحتل المركز الثالث، فهنالك ايضا شاهين راشد بن عبيد بن هلي الهاجي يصل مع التحديات والإثارة. تحياتي ايضا لكل المتابعين، شعار بالهلي، لحظات الفوز 9 دقائق